رحت النهاردة عند واحد من أشهر الناس اللي بيبيعوا حلاوة المولد في القاهرة، بالتحديد في رمسيس. دو يا حج، دو يا حج، حلاوة الشفا. طيب أنا النهاردة عند المتوكل في رمسيس في بين الحارات، ده يعتبر علامة من علامات القاهرة في حلاوة المولد والمكسرات. هذا التاريخ اللي احنا عند أشهر واحد حلاوة مولد في القاهرة. أنا من كتر الزحمة ما كنتش عارف أخش أصلا. كيلو مشاكل قايلين بكام؟ في 140 و150 و150. يعني انا شايف ان اسعاره حلوه جدا، يعني بتبدا من 70 جنيه لحد 140 جنيه. عنده كل انواع الحلاوه، يعني عنده مكسرات وحلاوه المولد واللوزيه وجوز الهند والحمصيه والسودانيه، وعنده نوجا، وعنده حاجات مستورده من بره مصر كمان، يعني عنده كل الانواع. والله انا مش عارف اسم اللي انا اكلتها ديت ايه، بس طعمها حلو جدا، وحسيت ان هي معموله بسمنه بلدي كده. ده بقى ملبن حبل بيكون محشي مكسرات، والكيلو ب 170 جنيه. طعمه حلو قوي وجديد بالنسبه لي. حبيت ادوق الناس بقى واشوف رد فعلهم ورايهم في الملبن عامل ازاي. دوق يا حاج، دوق يا حاج، انا مش شايف. دوق يا باشا، دوق يا باشا. السودانيه برضو كلتها، كان طعمها حلو قوي وعجبتني بجد. الناس ديت عندهم حلاوه مولد حلوه جدا. دي نوجا بقى من سوريا بالمكسرات، طعمها حلو جدا وعجبتني، ولكن هي نفس الطعم المصري، واللي يختلف بس المكسرات. مكان المتوكل بقى فين؟ في رمسيس في شارع بين الحارات.